شهد معرض الجواهر العربية 2023 إقبالاً كبيراً من داخل وخارج المملكة نظراً لما يضمه من علامات تجارية عالمية ومتميزة تقدم قطعاً نادرة وفريدة من نوعها. زوار المعرض أشادوا بمعرض الجواهر العربية الذي بات علامة بارزة على صعيد المعارض العالمية. حدث مميز اقترن اسمه حول العالم بالفخامة والأناقة والذوق الرفيع بما يقدمه من أحدث تصاميم المجوهرات من الذهب والألماس واللؤلؤ. هذه التصاميم الحصرية لفتت أنظار الزوار في هذه النسخة الجديدة من معرض الجواهر العربية، والتي تمثل نجاحاً متجدداً في تقديم تجربة فريدة تجمع أكبر الشركات والمصممين المحليين والعالميين في مجال المجوهرات تحت سقف واحد. أنا أمتلك محلات في تركيا متخصصة في صياغة المجوهرات، وسمعت الكثير عن هذا المعرض، فقررت زيارته للتعرف على السوق، وبالفعل وجدته متميز جدا. هذا الأمر سيفتح المجال أمامي للمشاركة في النسخ القادمة، لأنه معرض حقا رائع. كل مستلزماتك والكبكات والأشياء تحصلها، يعني كل شيء جديد تحصله هنا، وأسعار مناسبة في المعروض، والحقيقة أهم شيء المعاملة، يعني يشيلونك من الأرض شيء، يعني هذا تحرص عليه في معرض المجوهرات في البحر. أنا كأني مهندسة بالنسبة للمجوهرات بعد تصميم، عرف شلون تشوفينها فيه، وخصوصاً الحين وايد مستوحين المجوهرات خصوصاً من تراثنا البحريني ومن العمارة الإسلامية، بعدين نشوف الجديد في عالم المجوهرات العالمية. في رحاب 5 قاعات في مركز البحرين العالمي للمعارض شهدت إقبالاً كبيراً من محبي الفخامة منذ اللحظات الأولى لانطلاقته، حتى إن البعض أكد على إن هذا المعرض يتربع على قائمة أفضل المعارض المتخصصة بالذهب والمجوهرات، لذا يحرص الجميع على زيارته والتعرف على أحدث خطوط الموضة في عالم المجوهرات. معرض متميز يستقطب طبعاً الشركات العالمية بمكان واحد من جميع الدول. طبعاً في إكسسوارات رجالية، إكسسوارات نسائية، المقتنيات الموجودة فيه مميزة جداً، أسعار يعني جداً رائعة، في فرص اللي يبغى يشتري أو شيء، ففي فرص فعلاً، في نوادر وأسعار بمتناول الجميع. تنظيم مميز مثل العادة، البحرين على طول كل سنة يعني لما بيكون في معرض المجوهرات يعني منلاقي فيها مشتركين من جميع العالم، وهيدا شيء طبعا يعني بيخلي الناس تجي أكتر، بيخلي الناس تعرف عن قدي مملكة البحرين عم تتقدم وعم تتطور. ما شاء الله عندهم مجوهرات رهيبة وأشياء نادرة ما شفناها في مكان ثاني، ومن ضمن الأشياء اللي في المعرض تبارك الرحمن الضيافة، هذا شيء ثاني. الشيء الثالث الأشياء في أشياء رياضية. أنا من الشباب المحبين حق الساعات، جيت أشوف الساعات اللي موجودين، وجيت أشوف الكرة الموجودة اللي هنا النادرة اللي لعبوا فيها فريق برشلونة. تجربة تسوق مميزة لزوار المعرض الذين أجمعوا على أنه يمتد إلى ما هو أبعد من ملتقى عالمي، فهو يمثل مبادرة استراتيجية تحاكي رؤية وتطلعات عشاق الفخامة والرقي. محبو الفخامة والرقي يجمعون على رأي واحد أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة للحصول على مجوهرات متميزة وفريدة من نوعها، فمعرض الجواهر العربية استطاع منذ انطلاقته الأولى أن يكون قاعدة جماهيرية بكل ما يضمه من علامات تجارية عالمية ذاع صيتها على مستوى العالم، فتلتقي في البحرين بتصاميم خاصة وفريدة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.